على السوشيال ميديا كان في مجموعة من التساؤلات اللي انطرحت من غير ما يكون في جواب واضح وصريح. إيش هو الحب المتعفر؟ وكيف نقدر نقول عليه مجنون بس بعقل؟ طيب ليش هي ممكن تنتحر؟ والأهم من هذا كله هو إيش اللي خلاه يجنن؟ ولما أجينا ندور على الإجابة قالوا لنا ممكن تلاقوها في المجلس التشريعي. دخلنا على هذا المعلم التاريخي العظيم واللي بني إبان الحقبة البريطانية لعدن وتحديداً في عام 1871، ولاحظنا أنه الأجهزة الأمنية مش موجودة داخل المبنى، وأنه المجلس في المراحل الأخيرة لصيانته وإعادة تأهيله. ونحن ندور بالفيس برضو حصلنا هذا المنشور اللي يتكلم عن المتحف الحربي واللي يعتبر واحد من أقدم معالم المدينة. قلنا يمكن برضو يحتاج ترميم، بس اكتشفنا أنه زمان كان مدرسة واللي شهدت أول عرض مسرحي يؤدى باللغة العربية في تاريخ الجزيرة العربية، وتحديداً في العام 1910، وكانت مسرحية يوليوس قيصر للأديب العالمي شكسبير. عدن عرفت المسرح منذ أكثر من 100 عام ويزيد. علينا أن نتذكر في هذا اليوم، نتذكر مسرحية يوليوس قيصر التي قدمها وترجمها مستر حمود في المدرسة الحكومية العربية اللي هي الآن متحف الحربي في مدينة كريتر. ثم تلتها مسرحية روميو وجوليت في عام 1914، وبعدها في عام 1948 قدمت هذه المدينة عدن بأهلها مسرحية عطيل، إلى أن قدم الأستاذ العزيز علي يافعي لشكسبير مسرحية المربع الأرجواني، ثم قدم الأستاذ العزيز جميل محفوظ مسرحية يوليوس قيصر، وذلك بالمشاركة مع طلاب كلية التربية في جامعة عدن. وها نحن اليوم امتداد لهذا التاريخ الطويل الكبير الجميل مع الكاتب المسرحي الكبير العالمي ويليام شكسبير، نقدم هاملت، لكن هاملت في عدن. وعشان نلاقي الإجابة الشافية دخلنا صفحة خليج عدن المسرحية. الفرقة في صفحتها كشفت الستار عن عودتها مجددا للمسرح بعد انقطاع دام لقرابة 3 سنوات، والكلمات المنشورة في الصفحة هي عبارة عن مقتطفات من المسرحية الشهيرة هاملت للكاتب البريطاني الشهير ويليام شكسبير، بس باللهجة العدنية ومع المخرج ومؤسس الفرقة عمرو جمال. حلم مسرحية هاملت كان يعني حلم يراود الفرقة وأعضائها ويراودني شخصيا منذ الانطلاقة، بحكم أنها واحدة من أهم المسرحيات في تاريخ الأدب العالمي، وهي طبعا مش المرة الأولى اللي تتبنى فيها الفرقة تقديم عمل مسرحي مأخوذ عن الأدب العالمي. فالفرقة قدمت مسرحية سيدتي الجميلة عام 2008 عن مسرحية بيغماليون للكاتب البريطاني جورج برنارد شو، وبرضه مسرحية ماكنازل عام 2009 عن مسرحية الخط رقم 1 للكاتب الألماني فولغر لودفيج. وكل المسرحيات قدمها المخرج عمرو جمال بالطابع العدني الخاص به من غير ما يكون في تغيير في روح النص نفسه، لكن المختلف هذه المرة أنه العمل يعد الأضخم من نوعه في تاريخ الفرقة، كما أنه فرقة خليج عدن بتقدم عرضها الأول داخل المجلس التشريعي بعد أن تبنت الفرقة إعادة صيانة المبنى وترميمه بتنفيذ وإشراف مباشر من الهيئة العامة للآثار والمتاحف وكمان هيئة الحفاظ على المدن التاريخية. أهمية الفن والمسرح في توعية المجتمع أهمية كبرى، وكثير من الدول تنتج هذا المنهج من خلال الفن، توصيل رسالة يصعب على الإنسان أحيانا توصيلها من خلال اللقاءات المباشرة. فكثيرا من الأعمال الفنية تحاكي واقع ثقافي معين وتغرس في هذا في نفوس الكل بأن هذا الصرح أو هذا المعلم وهذا يحمل قيمة، وعلينا أن أكثر مما أن تتحاكي أنت نفسك بغى. فالفن رسالة، ونحن ندعم هذه الرسالة من خلال فرقة خليج عدن، نريد أن نوصل هذه الرسالة. فكرة عرض أعمال مسرحية في مثل هذا الصرح التاريخي ده شيء طيب، يعني أن تعطي فرصة لتسليط الضوء لمباني تاريخية قد تكون ما أعطيتش حقها في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف اللي تمر فيها البلد. دي تعتبر واحدة من الأفكار الممتازة اللي ممكن تساهم وتساعد نحن كجهات حكومية في تسليط الضوء على بعض هذه المواقع. كما نجحت الفرقة في إقناع القوات الأمنية اللي كانت متمركزة في المجلس التشريعي من بعد الحرب الأخيرة كإجراء أمني يحمي المدينة بسبب موقع المجلس الاستراتيجي، أقنعوهم إنهم يخلوا المبنى عشان العرض
قيادة اللواء الثالث صاعقة تحمست لفكرة المسرحية واقتنعت بالمشروع ودعمته وسهلت كل الصعاب عشان تطبيع الحياة وعودة المعلم التاريخي لدوره كمركز ثقافي. من يناير 2021 بدأت اجتماعاتنا مع البريتش كونسل، وبعد اجتماعات طويلة أوصلونا إلى بمسرح شكسبير جروب في لندن ومسرح فولكانو في ويلز بدورهم، وبعد جلسات طويلة مع أكاديميين في مجال الصوت ومجال الإضاءة وفي الديكور وحتى في النص، جلسات مكثفة على مدى سنتين تم من خلالها تطوير العمل من كل الجوانب الفنية، وإن شاء الله بتشوفوا هذا التطوير في العمل قريبا. واليوم تحدد الفرقة تاريخ عرضها الأول لمسرحية هاملت بالعدني، وهو 7 يناير حتى 16 يناير 2023. بعد مرور شهر تقريبا على كتابة محتوى هذا الريبورتاج اللي شاهدتموه قبل قليل، نعود لكم من جديد ولكن هذه المرة من داخل المجلس التشريعي، نعود لنشارك فرقة خليج عدن لحظات تحقيق الحلم. ها نحن الآن نحدثكم من داخل هذا المعلم التاريخي بعد إعادة تأهيله وفتحه للجمهور الوافد أمامنا الآن، وقد تحقق حلم فرقة خليج عدن في إقامة عرض رائعة الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير هاملت. أتمنى أن يبقى المجلس مفتوحاً دائماً وأبداً لإقامة الفعاليات والنشاطات الثقافية.